مكتسبات مهنية واجتماعية للعمال تسجلها الجزائر في يومهم العالمي. هذا اليوم شاهد على أشواط كبيرة قطعتها الدولة لتوفير مناخ جيد لليد العاملة. استعادة كرامة ملايين العمال والمواطنين بدأت من رفع الأجور ومراجعة الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية. تدابير حمائية سطرتها الدولة لمواكبة القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي. أما البطالين والمتقاعدين فكان لهم حظ وافر من هذه المكتسبات بمنح ومعاشات تصون عيشهم. يوجد عدة مكتسبات، منها الزيادة والرفع في الأجور للعمال، منها إعادة النظر في العديد من القوانين الأساسية بمختلف القطاعات. تميزت الفترة الرئاسية للسيد عبد المجيد تبون من مكتسبات واستقرار في هذا الوطن العزيز. أولاً تحسين القدرة الشرائية والزيادة في الأجور، منحة البطالة التي أخذت حصة الأسد للشباب العاطل. نشكره يعني على زيادة المعتبرة للمتقاعدين إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله لتكون كاملة. تعزيز العمل النقابي بضمانات قانونية مكسب آخر ثمنته النقابات باعتبارها صوت الفئات العمالية. اليوم يوجد تكريس العمل النقابي بقانون جديد الذي أعطى ديناميكية أخرى جديدة في على مستوى التكريس والحياة النقابية. إخراج عن العديد من القوانين الأساسية اللي راح تكون فائدة للعمال والعاملات على سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص. مكتسبات من شأنها خلق جبهة عمالية قوية تعول عليها الجزائر لضمان الاستقرار الجماعي والنهوض بآفاق اقتصادية واعدة.